أهلا بكم. ضمن نهج تبادل الاتهامات، قال النائب السابق حسين نرمو إن وزارة التجارة فشلت في أداء مهامها وعليها شبهات فساد كبيرة، وأضاف أنه بالرغم من التخصيصات الكبيرة لملف البطاقة التموينية والسلة الغذائية، لكن المواطن لم يحصل على استحقاقه والوزارة لم تقدم المطلوب منها. وأوضح أنه كان الأجدر بوزارة التجارة توفير سلة غذائية من الأنواع الجيدة للمواطنين تسيطر بها على ارتفاع الأسعار في الأسواق، الأمر الذي دفع ثمنه المواطن. هذا وتتهم وزارة التجارة بالفساد وأنها بوابة لشخصيات متنفذة ولم تقدم واجبها بما يخص ارتفاع الأسعار في الأسواق. كشف النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري عن قيام وزارة الصناعة ببيع معمل السكر والخميرة في الموصل لتاجر خردة، وقال الجبوري إن وزارة الصناعة باعت معمل السكر والخميرة في الموصل لتاجر خردة من خلال إجبار مجلس إدارة الشركة بإعطاء المعمل كاستثمار لشركة مقاولات غير متخصصة والتي تقوم بدورها ببيع المعدات القديمة والحديد كخردة دون القيام بأي عملية تأهيل، وهذا هو الحال لكافة المصانع التي تم تخريبها في عهد الوزير منهل الخباز. أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة بغداد بوجود أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل في البلاد، وبحسب الوزارة فإنه تم تسجيل أكثر من 2 مليون عاطل عن العمل في الإحصاءات الرسمية قبل أن تعود وتؤكد وجود أعداد تقارب ذلك العدد من العاطلين عن العمل لا تمتلك بياناتهم. وأوضحت تقارير صحفية أن العراق يعد من بين البلدان التي يشكل الشباب فيها نسبة عالية من عدد السكان، إلا أن نسبة كبيرة منهم لا يجدون فرص عمل، منبهة على أن اقتصاد البلاد يقف في مفترق طرق جراء السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة. ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها 9% خلال الجلستين السابقتين بفعل مخاوف بشأن المعروض، حيث عمل الاتحاد الأوروبي على كسب الدعم لفرض حظر على النفط الروسي، فيما حذر كبار المنتجين من أنهم قد يواجهون صعوبة في سد الفجوة عندما يتحسن الطلب. وارتفع خام برنت $1.88 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.78 للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط مع السلع الأساسية وأسواق الأسهم هذا الأسبوع بسبب مخاوف بشأن تضرر النشاط الاقتصادي من قيود جائحة كورونا في الصين والارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. قال البرلماني الألماني أويغن شميدت إن تعطل إمدادات الحبوب من أوكرانيا قد يؤدي إلى أزمة عالمية وحدوث مجاعات في العالم. وقال شميدت إن الانخفاض في عمليات التصدير من الأراضي الأوكرانية سيؤثر أولاً على أسعار الحبوب، وثانياً سيظهر في البلدان التي يتم تصدير الحبوب إليها كتهديدات مجاعة. وتوقع شميدت حدوث اضطرابات عالمية تصل إلى حد النزاعات في العام المقبل، وكانت منظمة الأغذية والزراعة قد حذرت في وقت سابق من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. ننتقل الآن لمتابعة أسعار العملات والمعادن مقابل الدينار العراقي.
في الختام هذه عودة إلى استوديو الأخبار، إلى اللقاء.